الله، ايه ده كله؟ ولسه هتشوف عز وثروه عمرك ما شفتهم. ازاي؟ هتروح عند بوابه قلعه ألاموت وتصرخ باعلى صوتك وتؤمر الحراس ان هم يفتحوا البوابه، وتقول لهم بكل ثقه: انا مولاكم حسن الصباح. حسن الصباح؟ ويصدقوني ازاي بهيئتي دي وانا صعلوك مخمور؟ ما انا هديلك ملابسي واخد ملابسك المتهالكه دي. انت العدل. وبعد ما اصرخ واقول لهم انا مولاكم حسن الصباح، هتتفتح لك ابواب النعيم. بس اذا اكتشفوا حياتي جوه يقتلوني. لا 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 لا، انا مش عايز اموت. مش هتلحق تتقتل، لانك هتقابل حسن الصباح الحقيقي، وهو بينبسط جدا من اللي يدعي ان هو. هيكرمك بالعطايا المذهله، وهيضحك من منظرك، وهيطلق سراحك ويبدل الملابس فورا. غوري يا ملابس الشوب، واستعد يا حمدان لملابس الاكابر.